على أصوات المسحرات اعتاد المقدسيون الاستيقاظ من نومهم لإعداد طعام السحور. المسحرات ذلك الصوت الذي اعتاد أن يوقظ الناس من نومهم ليستقبلوه بحفاوة في القدس، وهو يردد أعذب وأجمل الدعوات والعبارات. إنه من أجمل أصحاب المهن الرمضانية جدا، والتي لا وجود لها في غيره من الشهور، وبقيت صامدة في المدينة. بالنسبة للاحتلال يعني شيء طبيعي إنه يوقفنا ويتعرض لنا يعني صارت من الشغلات الروتينية عندنا في القدس وعندنا في الحارة. بس احنا يعني انا على مستوى الشخصي يعني بوقفنا هوية ما فيش هوية، هذا اللي أزل. بهذه الكلمات يتجول حسام في شوارع القدس، فالمهنة ليست بالجديدة، حيث ارتبطت بالشهر الكريم منذ مولد الرسول عليه السلام، وقد كان بلال بن رباح أول مسحر في التاريخ الإسلامي، وها هي اليوم مدينة القدس تعيد التاريخ بمعظم تفاصيله. دايم يا نايم وحد الله، صلوا على النبي صلوا. مهنة المسحرات أصبحت أشبه بالتراث أو الفلكلور الشعبي القديم، وإن كانت هنالك بعض الأصوات المسحراتية والتي لا تزال تجوب أحياء القدس في إصرار كبير على الاستمرار، وبخاصة أنها تجد من يتقبلها ويعتبرها من أهم المهن في الشهر الكريم. لمشروع صحافة المواطن الشاب نور جابر، القدس.